بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. درسي إنه ما أنت حوك باللابنا آيادة أفرتن إيه تضبات إيه سورة يونس إلى وحوليه سبحانه وتعالى: ولكل أمة أمد والبوحة أصونا ذي رسول رسول أصونا ذي فإذا جاء رسولهم رسول كودو هدو يمادو قضي بينهم لحظوا على كلا سارة بالقسط عدالة لو كلا سارة والحالهم لا يظلمون آنا لا ظلمينين أولا قرد الرسنين وعن كسو قد ترني تفسير كي سورة دي أهد سورة يونس قارهان ماشي إله سبحانه وتعالى أوغو ورمي سبر سينتي نبي محمد سبر سيناي إيوه مشركين تي حمان تودي ماشان إله وحكوش يا أمد والبا يقرأ والبا وقت وقت يدا كمي دا تشوكتا إن إلهي سبحانه وتعالى رسول صدراي إيو أمد والباهي وقتي أي كباب بأضو إن إلهي هاي عيد وقتي إذا كهر ماري كرتا كدب ماري كرتانا إيساجرين إلهي مركو حويري ولكل أمة أمد والباوحة أسونا ذي رسول رسول فإذا جاء رسوله مركا رسول كيدو هدو يمادو أمد والبا أو حقي قارسيو حقينا أي بينيان قضي بينهم لحظة والك لسارة ووحي رسولك رميي حق الراعي والبدبادية وحي رسولك بينيي حقي كهوري منا ولا هلاقة بالقسط عدالة دانا لوك لسارة وعد والبا وحي مضانتهي أيال لغو أمال مرينا هدي شر مضانتها شرطة لغو أمال مرينا هدي وناق مضانتهنا وناق لغو أمال مرينا والحالهم لا يظلمون ضدك عن لذلمينين قفكي وناق سناي وناقي سي لقدن تالي ماي قفكي حمانا حمانتي لوبك ديري ماي واللوبة دي ماي واللوبة ديري ماي ويقولون مشركين تنوح إليهن متى هذا الوعد بلنقات كان عذاب كان نلوب بلنقاته هو قرم إن كنتم هداتهن مسلمين أي صادقين كوا بلنقات كرنك الشيقة لما كان واسك مساكين مشركين تا وقال ذا حقي مركي بينيين إيا نبي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كما إيسا سنن بينين كليا كما سنن إيا أيو حقي إن إيسا راعين كليا كما سنن إيا وحي قدرين أرنتي جيس جيس أي حقي إيا دادك الحق هاي كو جيس جيس آيان markaas wax ilayhiin haddii run sheegaydan muslimiinay adabka aad leedihiin waa aad mudantihiin adabku goormo nagu dhaca adabka ma nalo soo dadajiyo ma nalo soo boobsiyo ma maanta ibriin noogal dhigo adabka gacanta ma noogal shuba adabka dad run sheegayda hadii kale waxaad ogaataan muslimiin aad been sheegaydan saas ilay wixii aad been la ah dhalanteed la ah marka wixii rabaan in dadka muslimiinta ay af xiraan marka wax ilayhiin waxaad sheegteen muslimiinay adinkii rasuulkiinu waxaad sheegteen haddii anagu aan idin beenino oo waxaad idinku aad rumaydeen aan beenino in nala halaagayo oo nala ciqaabayo nala cadaabayaad sheegteen waana beeninay wixii idinku aad rumaydeen aw marka cadaabkaad sheegteen ma soo boobsiidaan kan qiyaamahaad ka sheegaydana kama soo hormaridaan اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ليشي ودعو عيسايا مركاسي وحي ليهن إلهي محمد وحي ليهن هدي حقيهن أو أدق أكتاد لك كينا cirka dhagxaan rooba nooga soo daadi ama cadaab kale agtaada ka yimid ilaahay oo nagu salat hadii waxaanu barun yihiin ilaahay markuu wuxuu yiri way qulona wuxuu ilaahay mushrikiintu mata hada wadu balanqaadkan iyo goodiskan cadaabka nagu la goodina waa goormay in kuntum hadaatiin muslimiina saadiqiina ku run ku sheega balanqaadka cadaabka noo balanqaadeen iyo sheegida aad noo sheegteen inaan cadaab yeelanayno hadaan xaq raaci weynay adinka in raaci weyn ilaahay wuxuu yiri subhana wa taala قل وحات الى نبي محمد لا املك انا نبي محمد وما هنانايو لنفسي نفتي اذا امهنا كرو وما اوودو ضرا وحدب اه يا ان دبك دفاع ولا نفعا يا ولا جلب نفع يا وانا ان اسو جيدو نفتي اذا ما اوودو الا ما شاء الله وحي الهي سبحانه وتعالى او دونا مويه لكل امه امد والبنا اجل وقت اي اسغناده إذا جاء أجلهم واختيوده دو يمادنا فلا يستأخرون مكة هايان ومكة ومرايان ساعة البريقس ولا يستقدمون منك ومرايان البريقس واختيودي مشركين تي مركي نبي عليه الصلاة والسلام يسحابدي سأيد هان وقت نوقبت دات روم شيئا إذا نغلع عقابه وحي آتي لهذين عقابة تكون مضايا إذا هدات سما إذا وان سما إنه وقت إن العقاب لها نوقبت أما عقابت نوسود دجية مركي دهان أيا نبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد ساعة كتواب لي waxaad u sheegtaa leeyahay nabi maxamed adigu naftaada inaad dib iyo dheef midna adigu awoodi nafcid kale iska badaay adii nabi maxamed naftaada inaad dib iyo dheef u awoodin u sheeg bashar tahay makhluuq tahay cida cida doona ciqaaba
cidoo doona ciqaabta usoo dadajiya cidoo doona ciqaabta ka daahiya cidoo doona iska cafiya allah inuu yahay arintu gacan allah inay ku jirto u sheeg ciqaabtiina dadajinteedu gacan ilaahay ku jirtaa anaga gacanteedu kuma jirtaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saas dhaha la yiri si dadku ugu tarbiyoobaan arintan waxaana nasiib darra ah ayadoo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu leeyahay waxaa tidhaahdaa nafteeda dhib iyo dheef midna uma awoodo dheh saas in dadkii soomaaliyeed oo muslimiinta ah in badan oo ka mid ahu makhluuq inay tuugaan oo ay wax weydiistaan laga reebi la'ya oo in makhluuq ay dhibka magan galaan ama ay nacfi weydiistaan laga reebi la'ya makhluuqaasu intuu raba darajaha la ekaaday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam makhluuq ka fadli badan ma jiro asagiina saatan dhaha leeyahay qul waxaa tidhaha nabi maxamedu laa amliku ma awoodo linafsii nafteeda uma awoodo nafta nabi maxamedaa laga hadla dararan wax dhib ah dhibka ma difaaci karo walaa nafcan nacfin uma soo jiidi karo ilaa maa shaa allaahu ilaahay wuxuu doono mooye wixii ilaahay uu doono in uu sabab iga dhigo oo ama dhib iska difaaciis ah ama dheef soo jiidideed ah waxaasu waa wax ilaahay uu doonay waa qudradda ilaahay iyo qadarta alle iyo awoodda alle wax ku ahaaday wa laakiin waxaan ilaahay uusa doonin inuu sabab iga dhigo anigu ma qaba karo oo ama dhib iskaga difaaca ama dheef isuu soo jiidaa likulli ummatin waxaa soo haray annaga cadaabka noo soo dadajiyada aada leedihiin likulli ummatin ummad walba waxaa u sugnaaday ajalun waqti ayaa u sugnaaday qolo walba waqtiya leeda idinku ummadaad tihiin waqti aada leedihiin loogu talagalay in laydinku halaago ama aada ku dhimataan idaa jaaa ajaluhum ummad walba haddii waqtigeedu yimaadana falaa yastakhiruuna ma ka daahayaan oo ma ka dabamarayaan ajashooda saacatan waqti yar ma ka dabamarayaan haddii marka waqtigiinnii uu soo galo ilbiriqsi laydinma kaadi doono waxbaha degdegsanina walaa yastaqdimuuna mana ka hormarayaan saacad waqtigoodii waqtigii alla uu idinkugu talagalay inaad ku dhimataan ood ku halaagsantaan oo laydinku ciqaabo looxul maxfuudku idinkugu qoran yahay ilbiriqsina lama soo hormari karo intaas ku ilqabowsada intaas ku qanaca intaas ogaada qul waxaa tiraa nabi maxamed waraaytum bal iga warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabuhu ilaahay cadaabkiisii bayaatan goor habeen ah ow nahaaran ama goor maalin ah maadaa yastacjilu muxuu degdegsanaa minhu cadaabka ka degdegsanaa almujrimuuna mujrimiintu iyo dembiilayaashu ilaahay wuxuu leeyahay bal ka warrama gaaloy cadaabku idinka degdegsanaahe hadduu goor habeen ama goor maalina cadaabkii ilaahay idinku habsado maxaa cadaabkaas ka degdegsateen maxaad ugu yeerateen cadaabkaas maxaad ka dheefeydeen cadaabka degdegsiga aad degdegsateen qul waxaa tiraa nabi maxamed waraaytum bal iga warrama gaaloy in ataakum hadduu idin yimaado cadaabuhu ilaahay cadaabkiisa bayaatan goor habeen ah ow nahaaran ama goor maalin ah goorkuu rabaa idin yimaadee maadaa yastacjilu minhu cadaabka xaggiisa muxuu ka degdegsanaa almujrimuuna dembiileyaashu maxay cadaab ka degdegsanayaano cadaabkana loo dadajiyo maxay kaleeyihiin markaas cadaab loo dadajiya muxuu u taraa uma idaa maa waqaca markuu dhaco kadib aamantum miyaad rumaynaysaan bihi cadaabka aal aana waxaa lagu leeyahay aal aana haddeer miyaad rumaydeen walxaal qad kuntum aad ahaydeen bihii cadaabka tastacjiluuna kuwii degdegsada gaaladu waa iska masaakiin cadaabii wuxuu yahay se ogeyn awoodda allana ma yaqaanaan markaasay waxay iskaga dhiiranayaan waxa ay saahin in lagu dhiirado waxay leeyihiin ilaahay cadaabkiisa maa la soo dadajiyo haddii cadaabku xaqiiqatan yimaado dhacana way cabaadayaan way calacalayaan way talalayaan uma adkeysan karaan cadaab ilaahay markay cabaadaanna waxaa leeyahay hadda miyaad cabaadaysiin adinku awel cadaabka degdegsanaya ilaahay marka wuxuu yidhi athumma idaa maa waqaca markuu dhaco kadib cadaabku aamantu miyaad rumaynaysaan bihii cadaabki iyo xaqii miyaad rumaynaysaan ilaahay marka wuxuu yidhi waxaa la leeyahay markaas cadaabka inta uu ku dhaco ay xaqa rumeeyaan cadaabka jiritaankiisana ay rumeeyaan aal aana hadeer miya aad rumaynaysaan ciqaabka jiritaankiisa iyo xaqa walxaal qad kuntum aad ahaydeen bihii cadaabka waa tastacjiluuna kuwii degdegsada markii hore cadaabkaad degdegsanayseen waayo waxaani markii hore ma degdegsateen markii laydinku taabtana ma calaacasheen uma intaa kadibna qiila waxaa loo yidhi markii la cadaaba kadib waaye liladiina kuwii dhalamuu dulmiga sameeyey duquu dhadhamiya cadaab alkhuldi cadaabkii waaritaanka dhadhamiya hal tujzawna ma laydinku amaal marinaa ilaa bimaa kuntum tagsibuuna waxaad ahaydeen kuwa shaqaysta mahane wax kale miyaa laydinku amaal marinaa uma intaa kadibna qiila waa loo yidhi oo waa loo dhaha liladiina kuwii dhalamuu dulmiga sameeyo mushrikiinta aha oo cadaabka degdegsanayay xilligii cadaabkooda loogu talagalay in lagu cadaabo markii la gaaro ay cabaadaan duuquu dhadhamiyaa laleeyahay gaalo cadaab alkhuldi cadaabkii waaritaanka dhadhamiye cadaabkaad degdegsan jirteen waay waana kana waa haydaan maanta waana cadaab aad ku waaraydaan hal tujzawna ma laydinku amaal marinaha la yidhi ilaa bimaa kii mooye
كنتم هذا هذين تكسبون كوا كسبدا وحي اد كسب جيرتين او حمانه او شركيات او كفريات او جيس جيس حق لو جيس جيسا اي وحي لمدكها وحان هن ميا لدين كو امال مارينا وانتي وحل لدين كو امال مارينا او غغسدا مارك اد كيست وح دحا هاد انبيدي الهي اي ددك ال حقها اد اندها فراه كغليدين تراهدين عذابك اد شيغيدا نو سو ددجيا مانتا عذاب عذابك مانتا كان تراهدين نفته او كينتين ادنكونا مانتا نفته هيدين تيمادو ويستنبئونك وحي كويدين اي نبي محمدو احق هو قرانك حق ميا عذابك حق ميا قل وحا تير هذا اي نعم وربي ربي ان كدارتي انه اسو لحق وحق وما انتم ادكون متيدين بمعجزين كو الله عجز غلينايو الهي عغا او بخصنانا متيدين ويستنبئونك وحي كويدين اي نبي محمدو احق هو حق ميا اسو عذابك يا قيامه يا بعثه حق ميا قرآنك حق يا رب ميا وحنا لو شيغه ما وح سوغانو بيا كما دبعانها ساسي كلي قل لك وحتي لاني محمد اي نعم اي ها وربي ربي كان كدارت ولي بده انه اسو يا واحد وحي ويديدين او بعثه اما نبي اما قرانك لحق وحق وشي سوغان وشي بيا كما دبعانا وما انتم ادنكم ما تهدين بمعجزين كو العجز قالنا والله عق او بحثنا ما تهدين نبي عليه الصلاه والسلام صدح ما يرضى الله سبحانه وتعالى وحو كو امري انو دارتو وحا ودك او شيغان دار كو توكيديو دار كو ادكيو صدح دي ميلود ماشي كوبات وسوره يونس ميل كميدا وايه دان قرانك ويستنبئونك احق هو قل دهلي اي نعم وربي ان كو دارتي دهلي دار النبي لفر عليه الصلاه والسلام ماشي لبات وسورة الصبا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم قال هذه مركي يرهدين ساعة دي قيامهم مرد عايو أوحى لي نبي نبي محمد وحتى هذا إني سدعين اسكال لافي ودعي وربي ينكر دارتي لتأتينكم ربي ينكر دارتي ساعة وايدين إيماني سادة ماشي سدحات وسورة اللي يرهدو سورة التقابل زعم الذين كفروا ألن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن قل حتى نبي محمد بلى إن لين سو سارين إسكداي وربي أن كل دارتي كل هالين لتبعثن ولا لين سو سارة سد حنا ميلودنا مركز سيه وسوق في رده وحيابها لقى ورما ووح كسابسا بعثجا هي قيامها هي وحي أي هاين كوا إنكرسان مشركين تحل جنبي قد عليه الصلاة والسلام وقريش إلهي مركو حويل ويستنبئونك وحي كويدين أي نبي محمد أحق هو قرآنك حق ميا قل وحتى هذا إي نعم إيها وربي ربي أن كدارت إنه قرآنك إي بعثه إي عذابك الذي كو قودي لحق وامد حقه ربه وما أنتم أدكون متين بمعجزينك وعجز قليناي ولو أن لكل نفس نفو البهدي أسونا لهت وظلمت ظلم السمايدي ما في الأرض رلك وحا كدحسوا لافتدت واي كفر لهد به شيء قبل نفتي ذي عذاب وفر لهد وأصر الندامة قال دينا وحي قرصدين شلاي تدي لما رأوا العذاب عذاب كمركي أركين وغضي بينهم وانا لك لساري لحدو ذا بالقسط عدالة لوك لساري والحالهم لا يظلمون عن لذلمينين مشركين تيا قال دي الدنيا ذا مركي جوغين حق بيني عذاب كان دك دك سنة يقول هاي عذاب كوا قرمي أما عذاب كما نلوبه بسيو إلهي وحو الشيخ سبحانه وتعالى ما لنت قيامه مركي عذابك إلهي أركان إن أحد كود أو جعلان أيو هدو الدنيا ده وحيا لطن أصايا الوميل كيو وحا صردن إنو نفتي سنارت وغفرتين أو جعلان كما بخيري لهين وحنا كما ريبتين الدنيا ده وحيا لطن هدي لسيو أصايا وقعان تلوغري كل قوت هدي لغي يلا نفتي سو عذابت وغفر الله لكن عيد كي يلا مجرت شالله تدينا مركي قدن بيدي وإسكا قرصدين هاسي مدح أرارعيين مصيبة كل عدد ولو أن لكل نفس نف والبه دي أسونا لهت أو ظلمت ظلم سماي دي أو قالو دي ما في الأرض للك وحكو نحسوغن والدنيا لفتدت وأي كفر لهت به شيء قاس نفتي دي عذابك وغفر لهت وأصر الندامة لكن ياها كي يلا فرش ورطة مركة كوباد بوحاو ما يستقفك حضي وحاي ستنا إلهي سبحانه وتعالى لمن لا يلوش وأصر الندامة شلايت دينا واي قرصدين way muujiyana waa lagu fasiray waa ficil laba macno aksiya lagu wada fasiro waa asarru nadamata shallaytadi ayay qarsadeen oo ayaga iska qarsaday
oo kuwii madaxda ahaa ayaa shalaaytada waxay ka qarsanayaan kuwii ay ugu lumiyeen waxay isleeyeen idinku digan ama waa sarru nadaamata waxayba muujiyeen dhammaantood shalaaytadii lama ra'aw al-cadaaba cadaabkii markay arkeen inay galayaan ay hubsadeen ayay iska quusteen waqudiya baynahum dhexdoodana waa la kala saaray oo wixii ay isku geysteenna waa loo kala xukumay iyaga dhexdooda gaalada ayaga iyo dadkii kale oo halu xaq ahaa wixii ka dhexeeyana waa la kala saaray maxaa lagu kala saaray bilqisti cadaalad walxaalhum laa yudlamuuna aanan la dulminayno maalintaas waa yowmul fasli waa yowmul qiyaama ilaahay ayaa subxaanahu watacaala maxkamadaas qaada maxkamadaasuna waa maxkamad aan markhaati beenaale iyo afmishaarnimo iyo midna isaga jiri waa maxkamad cadaalad ah waa maxkamadii ilaahay subxaanahu watacaala waxaana badbaadaya ciddii adduunyada ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa qaaday meeshaasna waxaa ku halaagsami doona ciddii ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada dariiqiisa ka leexatay darsigiina maanta halkaasa noo joogo wallaahu subxaanahu watacaala aclaa waaclam wabilaahi atawfiiq.